أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. سنواصل مع طريقة المتمم الثنائي ونراها المشاكل التي كنا قد رأيناها في الطرق الأخرى، طريقة Signed Magnetic Representation الإشارة والقيمة المطلقة، وطريقة المتمم الأحادي Once Complement، هل حلت بطريقة المتمم الثنائي أم لا؟ بالنسبة للتمارين فالحلول تجدونها دائما ضمن الدرس في المجمع، لن أتطرق لحل بعض التمارين في هذا الدرس كي لا أطيل، لأن أصلا في الطرق أو في التفاصيل حل المشاكل التي كنا قد رأينا سنمر بعدة أمثلة للتدرب أكثر على طريقة المتمم الثنائي. إذن سنأخذ المشكلة الأولى التي كنا قد واجهناها، وهي ازدواجية تمثيل الصف، وهنا سأتعامل مع حجم N يساوي 4 بت فقط كي أبسط ولا أطيل أيضا في هذا الدرس. إذن N بالنسبة للحجم N يساوي 4 بت، ونأخذ العدد 0. العدد 0 قلنا أنه يمكن أن يعتبر عدد موجب ويمكن أن يعتبر عدد سالب. إذن لو اعتبرناه عدد موجب، إذن زائد 0 يمكن أن نكتبه على هذا الشكل في النظام العشري، فحين أحوله إلى النظام الثنائي سأحصل على 4 أصفار N يساوي 4 في النظام الثنائي، يمكن أن أكتبها على شكل 0 و 1 فقط. لكن حين أعتبره عدد سالب ناقص 0 في النظام العشري، فيجب الآن أن أتبع الخطوات التي رأينا في الدروس السابقة لتحويل عدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي بطريقة المتمم الثنائي. الخطوات كانت تعتمد على أن أقوم أولا بتمثيل، إذن أولا أقوم ب كتابة القيمة المطلقة للعدد، القيمة المطلقة هي قيمته كعدد سالب عدد موجب، إذن لدي 4 أصفار 0 0 0 0 بعدد البيتات المعطى. والخطوة الثانية هي أن أقوم بتحديد المتمم الأحادي، أي أقوم بعكس جميع البيتات مكان الصفر أضع 1 ومكان الواحد 0 في النظام الثنائي. والخطوة الثالثة هي أن أقوم بإضافة 1 إلى النتيجة التي أحصل عليها بعد عكس البيتات، فتكون هنا النتيجة في النظام الثنائي أيضاً 1 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد، والصفر زائد 0 هي 0، 1 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد، 0 زائد 0 هي 0، وواحد زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد، هنا 0 زائد 0 هي 0 و1 زائد 0 هي 1 في النظام الثنائي. لكن لا أنسى أني أتعامل مع حجم يساوي 4 بت فقط، أي أني أخذ الأربع بيتات التي هنا فقط، إذن أخذ هذه البيتات فقط، فتكون النتيجة النهائية هي 0 0 0 0 في النظام الثنائي، يمكن أن أكتبها أيضا على شكل 0 1 فقط. إذن سواء اعتبرنا العدد موجب، العدد 0، سواء اعتبرناه عدد موجب أو عدد سالب، فنحصل على نفس النتيجة باستخدام طريقة المتمم الثنائي. إذن هذه المشكلة يمكن أن نقول أنها تم، إذن هذه المشكلة تم التغلب عليها. المشكلة الثانية كانت متعلقة بعملية الجمع، عملية الجمع في النظام الثنائي، وهنا سأقوم بالفصل بين المشكلتين على هذا الشكل، ونأخذ الأمثلة أو المثالين اللذين كنا تعاملنا معهما في الدروس السابقة. كنا تعاملنا مع ناقص 2 في النظام العشري زائد 1 في النظام العشري، ونرى هل سنحصل على نفس النتيجة في النظامين العشري والثنائي. بالنسبة للنظام العشري لو قمت بعملية الجمع، ناقص 2 زائد 1 فهي ناقص 1 في النظام العشري. الآن نقوم بتحويل هذين العددين ونجمعهما في النظام الثنائي. إذن لدي العدد ناقص 2، حين أقوم بتحويله سأقوم بالعملية هنا بسرعة. الخطوات تعتمد على أن أمثل 2 القيمة المطلقة أولا بأربعة بت، هنا أتعامل دائما بأربعة بت للتبسيط. إذن 2 سأكتب هنا 2 في
النظام العشرية 001 بأربعة بت، والخطوة الثانية هي أن أقوم بعكس جميع البيتات أضيف واحد فأحصل على 0111. إذن هذا هو تمثيل ناقص اثنين بطريقة المتمم الثنائي 1110. سأقوم بالتراجع على هذه العملية. إذن هنا قلنا 1110 في النظام الثنائي، وواحد عدد موجب أقوم بتحويله مباشرة بأربعة بت هي 0001. أنا أقوم بعملية الجمع، 0 زائد 1 هي 1، 1 زائد 0 هي 1، 1 زائد 0 هو 1، و 1 زائد 0 هي 1. هذا في النظام الثنائي. هذا العدد عدد في النظام الثنائي ممثل بطريقة المتمم الثنائي بأن يساوي 4 بت، حجم يساوي 4 بت. الآن سأقوم بتحويله إلى النظام العشري وأرى هل فعلا يساوي ناقص واحد أم لا. إذا لدي العدد هو 1111 في النظام الثنائي، الخطوة الأولى هي أن أقوم بعكس جميع البيتات، إذا 0000، والخطوة الثانية هي أن أقوم بإضافة واحد فأحصل على 1000. إذا هو عدد سالب أولا لأن MSP يساوي ناقص واحد، وقيمته هي هذا العدد لو قمت بتحويلها إلى النظام العشري فهي فعلا تساوي واحد. إذن هذا العدد فعلا يساوي ناقص واحد. إذن هذا العدد فعلا يساوي ناقص واحد في النظام العشري. إذن هنا لدينا فعلا تساوي. العملية الثانية التي قمنا بها في طريقة أو في درس المتمم الأحادي تمارين ومشاكل كانت هي ناقص واحد زائد، كانت هي ناقص واحد زائد اثنين، ونرى هل فعلا سنحصل على نتيجة صحيحة أيضا أم لا. ناقص واحد في النظام العشري زائد اثنين في النظام العشري، نقوم بعملية الجمع. النظام العشري نحصل على واحد، ونرى في النظام الثنائي حين نقوم بتحويل العددين سنحصل بالنسبة لي ناقص واحد. لحسن الحظ لدينا هنا التمثيل كانت هي النتيجة، إذن هي 1111. لن أقوم بإعادة الخطوات، إذن 1111 نظام الثنائي. وبالنسبة لاثنين عدد موجب هو 0010 في النظام الثنائي. الآن أقوم بعملية الجمع، 1 زائد 0 هي 1، 1 زائد 1 هو 0 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 1 هو 0 وأحتفظ بواحد، 0 زائد 0 هو 0، 1 زائد 1 هي 0 وأحتفظ بواحد، 0 زائد 0 هو 0، ولا أنسى هنا الاحتفاظ، 1 زائد 0 هو 1، ولا أنسى أيضا أني أتعامل بحجم n يساوي 4، أني سأخذ هنا n 4 بت فقط، إذا أخذ هذه البيتات الأربعة فقط تساوي فعلا، إذن هذا البت لا أتعامل معه، ففعلا يساوي هذا في النظام الثنائي، ففعلا يساوي واحد في النظام العشري. إذن هذه النتيجة صحيحة. إذن بالنسبة لطريقة المتمم الثنائي فقد تم التغلب على المشكلتين اللتين كان بالطرق أو بالطريقتين الأخريتين. عملية الجمع صحيحة في كلا المثالين، حتى لو أخذت أمثلة أخرى ستحصل دائما على نتيجة صحيحة، مع أخذ بعين الاعتبار أنك تتعامل أو تأخذ البيتات التي تحصل أو التي تتعامل معها فقط. هنا أن يساوي 4 بت أي أني أخذ 4 بت فقط، والبت الخامس الأوفرفلو أو الفائض فلا أخذه بعين الاعتبار. بالنسبة لازدواجية تمثيل الصرف قد تم أيضا التغلب عليها. إذن لهذا هذه الطريقة هي المستخدمة حاليا لتمثيل الأعداد السالبة في النظام الثنائي داخل الحواسيب. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.